اجل التصويت على استفتاء دستور 2014 حتى تكون النتيجة إن شاء الله غير مسبوقة بنعم بالموافقة على هذا الدستور الذي نستهدف به بداية تحقيق أهداف خارطة الطريق في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الوطني وتأكيد رغبة الشعب المصري التي لا رد لها في الخروج من التبعية وتحقيق الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية تحت شعار نعم للدستور ولا للإرهاب دعما للاستقلال الوطني. فإذ بنا نقول لماذا نقول نعم لهذا الدستور؟ لأن ما فيه من التزامات حقيقية لا كفالة ولا ادعاء، بل التزام حقيقي بنص مواد مسودة الدستور على كافة الحقوق الاجتماعية التي ناضلت من أجلها هذه القوى عبر أكثر من 100 عام. انزل ما تخافش من جماعات الإرهاب من الإخوان المسلمين أو من بعض كلهم في تنظيم القاعدة أو في الجهادية السلفية كما يقولون أو كما يروعون. احنا في 30 يونيو نزلنا، عايزين ننزل الاسكتة، عايزين بأوسع كثافة شعبية كما حدث في 30 يونيو، ولنقول نعم للدستور المصري رفضا للإرهاب. بعد الاستفتاء عليه هيبقى في برلمان هختار ناس يفعلوا يشرعوا قوانين وفقا لهذه المبادئ العامة، ثم بعد ذلك من ينفذون هذا؟ لأن ليست هناك فائدة أن يكون هناك دستور عظيم 100% ثم تجيء حكومات لا تفاعل ولا تشرع ولا تنفذ. إذا نحن مستمرين من أجل أن نبني عليه من أجل الوطن الذي نحلم به من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية للشعب المصري.